يا فخامة الرئيس المحترم، قادة الدول بريكس المحترمين، سيدات والسادة، أشكركم على فرصة هذه الفرصة لتقديم النتائج الأساسية لعمل تحالف العمل النسائي للبريكس تحت الرئاسة الروسية. ومنذ عام 2020 يشتغل التحالف بفضل جهودنا المشتركة تحول إلى آلية فعالة للتعاون في مجال الأعمال بين النساء الأعمال، وإن التحالف يجمع ممثلي قطاعات الصناعة والزراعة والقطاع المالي وقطاع الصحة العامة والصيدلة والتكنولوجيا مع المعلوماتية والعلوم والصناعات الإبداعية. وهناك 6 فرق العمل الفرعية تعمل في إطار التحالف. في عام 24 كان من أحد أهم المهامنا توفير الانضمام والتكامل الناعم والسريع لممثلي الدول الأعضاء في البريكس، وإن كان المشروع المحوري المنصة الرقمية الموحدة للتحالف عملنا عليها منذ عام 21. ويعني الموضوع هدف لبلورة تطوير هذه المنصة لتقديم المعلومات الوافرة عن المشاريع تعمل عليها نساء الأعمال، وتجمع المنصة أكثر من 2000 ممثلي قطاع خاص من 30 دولة. وفي هذا العام نحن أجرينا يعني منافسة بمشاركة أكثر من 1000 نساء من 29 دولة التي قدمت مشاريع ناشئة. وخلال هذه المنافسة نحن شفنا أن نساء الأعمال تحقق طموحاتها في مختلف المجالات. مثلا النساء من إيران طورت المشروع لتقديم العلاج على أساس الخلايا المناعة لمكافحة السرطان، أو مثلا يعني رتبوا الملاعق الذكية للتخفيف من هزات اليد. والنساء من روسيا رتبوا ونظموا البرنامج وطوروا البرنامج للتحليل والتفسير نتائج السي تي وام ار اي ومختلف العنوى الصور التشخيص، وكذلك طوروا المنظار الفوتون لعلاج السرطان أو تكنولوجيا لمراقبة القلب عن بعد. ونحن نشرنا المعلومات في المنصة عن هذه المشاريع ونجمعها في يعني كتاب المقتطف المكرس لنتائج هذه المنافسة. وبالتأكيد هناك بعض القطاعات التي تنشر فيها النساء والمبادرات النسائية بشكل كبير. وقبل كل شيء يعني الخدمات الرعاية للمرضى مثلا وللأطفال ولكبار السن وللناس ذوي الإعاقة، وإن نتيجة هذه الدراسة أدت إلى إصدار الكتاب الأبيض للاقتصاد في مجال معارضة المرضى التي جمعت فيها أكثر من 100 أفضل الخبرات في هذا المجال لإزالة الأراقل الإدارية للنساء الأعمال ومساعدة في تحقيق مشاريعها. وفي نفس الحين يعني قامت التحالف بإصدار التقرير عن الوضع المار في مجال الأعمال لدول البريكس، ونقوم بإصدار هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 2022 بمبادرة من الطرف الصيني. ونحن نراقب زيادة الاهتمام من قبل الشركاء الأجانب لبناء التعاون مع التحالف ومع أوساط الأعمال النسائية لدول البريكس. وبمبادرة من الأصدقاء الأفارقة تم فتح المراكز
التحالف النساء في زامبيا وفي زيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وخلال الرئاسة الروسية. وصلنا هذا الأمل واستمرنا حال فتح المكاتب الفرعية للتحالف في كيرغيزيا وبيلاروس وكازاخستان، ونحن جاهزين لتوسيع جغرافية للأعمال تحالف النساء. وفي روح الاستمرارية نستمر في تحقيق المبادرات تم إطلاقها في العام الماضي. بشكل خاص نعمل على إنشاء المراكز العمل وتنقل التعليم للبريكس، وأول مركز تم فتحه في أفريقيا الجنوبية في العام الماضي وفي هذا العام في الهند وإثيوبيا. وكذلك نعمل مع بنك التنمية للبريكس الجديد لتشكيل الصندوق البريكس لتقديم الأموال اللازم للمشاريع النسائية، وهذا الشيء مهم. ونحن نعمل في إطلاق وتدشين الآليات قد تساعد في جذب الأموال والاستثمارات لتحقيق المبادرات النسائية. وهناك كثير من المبادرات تم إعلان عنها للأول مرة، من بينها مبادرة تشكيل المنصة للحوار للنساء المحترفين في مجال القانون، كذلك ترتيب المجامع السيدلة لمناقشة المواضيع المتعلقة بإنتاج الأدوية الابتكارية، وكذلك نعمل على تحقيق كل تلك المبادرات. وفي العام الحالي أجرينا لقاءات آل حامش منتديات مختلفة، المنتدى نساء أعمال وي فورم في البرازيل، وكذلك منتدى زعامة نسائية في الصين، وكذلك يعني منتدى نساء اليورو آسيوي في روسيا. وفي شهر يونيو في موسكو أجرينا كذلك المنتدى نساء أعمال دول بريكس الذي شارك فيه أكثر من 40 عضوة من 30 دولة في العالم. وكل يوحدنا كلنا النية للوصول للأهداف الواضحة وبناء الحوار المتساوي بين ممثلي الدول الأعضاء في البريكس بما فيها أعضاء الجودة. وكل نتائج لعملنا نحن جمعناها في تقرير النهائي السنوي، والشرف لي تقديم هذا التقرير لكم يا أعضاء البريكس المحترمين. ونزيد عدد النساء الأعمال وجذبهم إلى الأعمال الدولية من بين الأهداف التي كلفها التحالف النسائي رأس مالي للبريكس. ويجمعنا اليوم أكثر من 1000 نساء الأعمال، وأشكركم على الانتباه.